السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. نتمنى انكم تكونوا تفرجتوا في الفيديو الاول والثاني ديال لي سويت نيميريك ديال المتتاليات العددية. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش كنبينوا سويت اريتميتيك متتالية حسابية. اشنا هو التعريف ديال المتتالية الحسابية؟ كيفاش كنبينوا بلي ان واحد المتتالية متتالية حسابية سويت اريتميتيك؟ كيفاش كنكتبو فين اون فونكسيون دو ان بدلالة ان؟ يعني لو تيرم جينيرال او الحاد العربية الحد العام ديال المتتالية الحسابية شنو هو؟ ثم غادي نشوفو المجموع ديال الحدود متتابعة لمتتالية حسابية. دونك عندنا مثال اللي غادي نخدمو عليه، وكيف ديما كنخدمو بأمثلة باش انك تمشي للفرض. فقط الأرقام كتبدل والمتتاليات كتغير من تمرين إلى آخر. عندي هاد المتتالية هادي يو ان ايتيكال اونز، يو واحد كتساوي 11، وعندي يو ان زايد واحد كتساوي 7، يو ان ناقص 25 على يو ان ناقص 3، بحيث اني انتمي الى نجمة. وعندي المتتالية هذه كتسمى متتالية مساعدة. المتتالية فين معرفة بمالي فين كتساوي واحد على يو ان ناقص 5، كتكون هي بدلالة يو ان. السؤال الاول والثاني والثالث، يعني الاسئلة المرتبطة بحساب حدود حدود ديال المتتالية لي تيرم ديال لا سويت. السؤال اللي مرتبط مكبورة ومصغورة ماجوري مينوري ولا بوغني، اللي كيقول لك فيه بين ان يو ان كبر من عدد او محصورة ما بين عددين. والسؤال اللي مرتبط بان لا مونوتوني ديال لا سويت واش يو ان كرواسونت ولا دي كرواسونت. هاد الاسئلة كلهم راه جاوبت عليهم في الفيديو الاول والثاني، غادي نخليهم لك في صندوق الوصف لتحت. في هاد الفيديو هذا غادي نحاول ما امكن نركزو على لا سويت اريتميتيك المتتالية الحسابية. السؤال الأول فيها إضافة إلى الأسئلة اللي كنا شفنا، السؤال اللي وصلنا دابا بين أن المتتالية فين متتالية حسابية. مونتخي كو فين إتون سويت أريتميتيك. السؤال الثاني إكسبريمي فين بوي يو إن أون فونكسيون دو إن، وكتب فين ثم يو إن بدلالة إن. وفي السؤال الأخير متعلق بالمجموع اكسبريمي لا سوم اون فونكسيون دو ان، وكتب المجموع بدلالتين. كيفاش غادي نجاوبوا على هذه الاسئله؟ كيف ديما بطريقه بسيطه ان شاء الله تعالى غادي تفهموا كيفاش تجاوبوا على كل سؤال، وان شاء الله تعالى غادي تجيب نقطه مزيانه في الفرض اللي غادي يكون عندك، يعني اللي غادي يكون عندك في لي سويت. على بركه الله نبداو بالسؤال الاول. مونتري كو فين اون سويت اريتميتيك، بين ان المتتالية فين حسابيه. دونك مسحينا الطن ورجع ليه. على بركة الله سوا ان بارتي ان اتوال كما جرت العادة. نبداو بلي يكون ان من ان نجمة. اشنو هي القاعدة باش نبين ان متتالية حسابية؟ القاعدة او الفكرة اللي غادي نخدم بها هي انني هادشي ما كنكتبوش يا اخوان، غير نشرح. هي انني خصني نبين ان فين زايد واحد ناقص فين خصها تساوي ليا واحد العدد حقيقي. هاد العدد هو اللي كيتسمى اساس المتتالية، لا غيزون دو لا سويت فان. لا غيزون دو لا سويت فان، عندي فان طبيعة الحال كتعطي ليا في التمرين، ولكن منين غنجيب فان زايد واحد؟ هنا فين كاين الاشكال الكبير عند التلامذ، ما كيعرفش كيفاش يحدد فان زايد واحد. اما راه الفرق ديالهم راه حاجة اللي هي بسيطة فيها تحيط المقام وغادي تلقى الجواب ديالك. ولكن دابا نركزو مزيان غير كيفاش نلقاو فين زايد واحد. انا شنو عندي كمعطى؟ شي حاجه اللي كاينه هنا في المعطيات او من المعطيات اللي مرتبطه بفين. هادي ماشي هادشي، هادي. دونك شنو غادي ندير؟ فين كتساوي واحد على يو ان ناقص 5، هادشي اللي عندنا. دونك اذا، ولكن انا شنو بغيت؟ بغيت فان زائد واحد. شوف معايا دابا الدماغ ديالك اش كيقول لك؟ كيقول لك انا غناخدو ديك فين غنزيدو ليها واحد. لا لا لا، راه غير نطقت فان زائد واحد، غير نطقناها، ما كيعنيش ان فين راه بوحدها وزائد واحد بوحدو. لا، ولكن اللي كنقصدوه هو في كبيره ديال ان زائد واحد لتحت. كتقرا في كبيره ان زائد واحد لتحت،
يعني غنديرها هي في كبيرة و ان زائد واحد راه كاينة غير لتحت، ماشي كنزيد واحد، لا لا، بحال كندير شونجمون دو فاريابل، تغيير متغير. هاد لانديس اللي عندي هنا غادي نغيرو ب ان زائد واحد، ما عجبنيش انا داك ان، بغيت ندير ان زائد واحد. بما ان عندي هنا، لاحظ معايا، عندي هنا ان وهنا ان، الا درت انا ان زائد واحد هنا شنو غندير لتحت؟ تخي بيان ان بلوس ان. هذه المرحله الاولى خصك تضبطها مزيان. المرحله الثانيه اش غندير؟ غادي نعوض يو ان زائد واحد بالتعبير ديالها كاملا. شوف معايا، غادي نكتبها بلون مغير، غندير واحد على يو ان زائد واحد، غنكتبها غنعوضها بحال غنمسحها من تما، وغادي نعوضها بالتعبير ديالها كله اللي هو 7 يو ان ناقص 25 على يو ان ناقص 3. هي اللي عندي، اللي عندك هنا كتكتبو تما موان 5. وكيفاش غادي نوحد المقام هنا؟ ديجا شرحتو في الفيديوهات السابقة طريقة توحيد المقام. اش غندير؟ واحدة هي ما نقيسهاش، فقط غادي نوحد المقام ما بين هادو. قلت لكم كنديرو هذا، كنكتبو 7 يو ان ناقص 25 ناقص 5. عندك ماشي تحسبها دي دير ناقص 30، لا، غتفتح القوس وغتكتب يو ان ناقص 3 على ماذا؟ على يو ان ناقص 3. نرجعو 7 يو ان ناقص 25 ناقص 5، كتفتح القوس كدير يو ان ناقص 3، يعني تحيد المقام، تساوي 1 على اش كنديرو من بعد تحيد المقام؟ كنبسطو، تخي بيان، كنشرو كنبسطو. دونك 7 يو ان ناقص 25 ناقص 5 يو ان ناقص في ناقص غتعطيني زائد 15. ردو البال الحساب، ردو البال الحساب، راه غلطتي في شي اشاره ولا غلطتي في شي عدد ما غاديش تلقى الجواب ديالك النهائي. نرجعو لهنا نكملو، عقلي على صوت الله يرضي عليكم. عندنا 7 يو ان ناقص 25 على يو ان ناقص 3، وهادي 1 على يو ان ناقص 5. سينو نخليو المعطيات ياك ونكملو هنا. شنو غتساوي؟ خليو المعطيات، شنو غتساوي؟ غتساوي واحد على، شوف معايا، نخليوها كاع سير الله يسخر، واحد على 7 يو ان ناقص 5 يو ان، شحال؟ هي 2 يو ان ناقص 25 زائد 15 ناقص 25 زائد 15 ناقص 20، ياك ناقص 25 لا ناقص 10 على ماذا؟ على يو ناقص 3. وهنا عارفين القاعدة ديال المقلوب، واحد على أ على بي هي بي على أ، يعني غتعطيني يو ان ناقص 3 على 2 يو ان ناقص 10. وهنا إلا بان لك شي تعميل، الله يرضي عليك، إلا بان لك تعميل عمل. هنا ما عنديش تعميل الفوق، هنا غادي نلاحظ عندي التعميل ب 2، 2 عامل يو ان ناقص 5. دابا علاش حصلنا؟ حصلنا على فين زائد واحد وفين عندي، غندير ليهم الطرح ديالهم. غادي ناخد فين زائد واحد غنقص من هذيك فين، دونك فين بلس ان موان فين ايتيغال فين زائد واحد. شحال كتساوي؟ ها هي يو ان ناقص 3 على 2 يو ان ناقص 5. وفين شحال كتساوي؟ واحد على يو ان ناقص 5. شنو غندير؟ تحيد المقام، تخي بيان. ولكن تحيد المقام راه بالعقل ماشي بالجهاله. لاحظ معايا اشنو هو اللي كاين في هذا المقام وكاين في هذا المقام؟ كاينه يو ان ناقص 5، ها هي هنا وهنا. شنو اللي ناقصنا؟ هنا كاينه جوج وهنا ما كايناش، يعني يكفي فقط انني ندير ديك جوج اللي ناقصاني في الفوق والتحت. نعاود، هنا عندي يو ان ناقص 5، هنا عندي يو ان ناقص 5، كنقارن المقامين. هنا غادي نلقى عدد زايد، وهنا ما عنديش داك العدد، هنا كاينه جوج وهنا ما كايناش، ها هي اللي بالزرق. دونك اشنو غندير؟ ماشي غادي نزيدوها بهذا المصطلح ديال نزيدو، لا، غادي نديرو مضروب في جوج. ها هو درت ليهم القوس ثم ضربت في جوج، داكشي اللي ما عنديش هنا درتو العدد. بما ان درت الضرب في 2 طالما البسط نديرو الضرب في 2، وشنو غتعطيني؟
غتعطيني يو ان ناقص 3 ناقص 1 في 2 هي ناقص 2 على 2 عامل يو ان ناقص 5. الفوق غتعطيني يو ان ناقص 5، لتحت غتعطيني 2 عامل يو ان ناقص 5، ثم كنختزلو وكيبقى لنا العدد اللي هو 1 على 2، اللي هو 1 على 2. بما ان فان زائد 1 ناقص فان عطتني عدد حقيقي لا تهمني قيمته، عدد حقيقي، فان المتتاليه حسابيه اساسها 1 على 2. puisque 20 plus 1 moins 20 est égal à un nombre réel, alors la suite 20 est une suite arithmétique d'horizon 1 sur 2. D'horizon 1 sur 2. D'accord ? Donc, on va faire une façon de nous dire une fois la mutatalia, حسابية. لاحظ معايا في المتتالية الهندسية هاد المرحلة ديال 20 زائد 1 متشابهين، سواء حسابية ولا هندسية هاد المرحلة بحال بحال. الاختلاف كيكون فقط شنو غادي نحسب، حسابيه كنديروا الفرق، هندسيه كنديروا الخارج اللي غادي نشوفوها في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى. نمشيو دابا لصيغه الحد العام ديال المتتاليه الحسابيه. اكسبريمي 20 اون فونكسيون دو ان دوني لو تيرم جينيرال دو لا سويت 20 مونتري كو 20 ايتيغال. هادو كلهم اسئله لجواب واحد، هو صيغه الحد العام لمتتاليه حسابيه. سواء قال لك اكتب فين بدلالتين، ولا حدد صيغه الحد العام للمتتاليه فين، او لا بين ان فين تساوي، يقدر يعطيك التعبير ديالها باش يسهل عليك الخدمه اللي غادي دير انت. شنو هو هي صيغه الحد العام للمتتاليه الحسابيه؟ هو اللي غادي نشوفوه من بعد هذا السؤال هذا. دونك نتمنى انكم تكونوا فاهمين دابا الطريقه كيفاش كنبين المتتاليه الحسابيه. وغادي نمشي ندخل الجروب اللي غادي نحط اللين ديالها لتحت، غادي نمشي غتلقى لا سيري، غتلقى سلسله فيها متتاليات، وحاول ما امكن انك تخدم سؤال بسؤال. مثلا تمشي لذاك السؤال ديال لا مونوتوني دو لا سويت، تخدمو في هذا التمرين وفي هذا وفي هذا وفي هذا، تضبطو مزيان. بين ان يو ان محصور ما بين عددين، تخدمو في هذا التمرين وفي هذا وفي هذا، يعني سؤال واحد تخدمو 4 ولا 5 المرات، بهذه الطريقه غادي تمشي مزيان. قال لك دابا اكسبريمي 20 اون فونكسيون دو ان، اكسبريمي 20 اون فونكسيون دو ان. وصلنا دابا ل 2 كيسيون 2، دوزيام كيسيون. اكسبريمو 20 اون فونكسيون دو ان، لنكتب 20 بدلالات بدلالتين. كيفاش غادي نكتب 20 بدلالتين؟ تبع معايا وغادي تفهم. في المتتالية الحسابية، صيغة الحد العام هي فان كتساوي في بي زائد ان ناقص بي مضروبة في ار. شنو هو في بي؟ هو الحد الأول. شنو هو؟ هو الأساس فقط. شوف معايا شنو هو الأساس ديال هاد المتتالية ديالنا، عقل عليه، هو واحد على جوج، غير باش نضمو الأفكار ديالنا. اغ في التمرين اللي خدامين فيه هو واحد على جوج. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا لو بخومي تيرم اللي هو في ان. كيفاش غنحسب في ان؟ كيفاش غنحسبو في ان؟ واخا نكتبو بعدا العلاقة، هادي علاقة على العموم، نكتبو بعدا شنو عندي، نطبق العلاقة تطبيق مباشر. قلنا لدينا فين كتساوي الحد الاول اللي عندي، حيت خدامين في ان نجمه، الحد الاول اللي عندي هو في واحد، الا خدامين في ان هو في صفر، زائد ان ناقص. لاحظ معايا ملي كنجيب هاد بي ماشي شي عدد، لا لا، هاد لانديس اللي كاين هنا كنكتبو هنا، عندي صفر كندير صفر، عندي واحد كندير واحد، نضربها في اغ. اغ عندي اللي هي واحد على جوج، بيناها في واحد ما عنديش، غادي نجي لهنا غندير، يقدر يكون يطلب طلبو منك في السؤال السابق. بعض الأسئلة مثلا كيقول لك مثلا كالكولي في ان بو اكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان، كيطلب منك بعدا تحسب في واحد عاد تعبر. المهم حنا في واحد ما عندناش نحسبوه، كيفاش غنحسب في واحد؟ واش لي تيغم ديال في ان
بنفس الطريقه باش كنحسبوا لي التيرم ديال يوان. لا علاش؟ حيت في ان ماشي سويت ريكورونت، ماشي متتاليه ترجعيه، التعبير ديالها ما فيهاش ديك في ان زائد واحد كتساوي، ماشي بحال يو ان زائد واحد. كنبغي نحسب مثلا يو ثلاثة، كندير مثلا يو جوج زائد خمسة على يو جوج مثلا زائد ثلاثة. بغيت يو ثلاثة كنعوض ان بجوج، بغيت يو اربعة كنعوض ان بثلاثة. في في لا، في في لا، انا شنو عندي؟ لاحظ معايا عندي في ان، ياك غير باش نكتبها قدامي ونشرح لكم اش غندير. بغيت في واحد، بغيت في واحد ياك، صافي غنعوض بواحد. بغيت في صفر نعوض بصفر، ما عنديش فيها مشكل، هي فيها تعويض مباشر. ملي غنجيب اي واحد، اي واحد ولا اي صفر، كتكون عندك في المعطى ديال التمرين اللي فيها التمرين هذا كتساوي 11، يعني واحد على 11 ناقص 5 اللي هي واحد على 11 ناقص 5 اللي هي واحد على 6، 1 سور 6. دونك لو بروميي تيرم دو لا سويت فان هو هي هو واحد على 6. مزيان، دونك شنو غندير دابا؟ لاحظ معايا في واحد عندي شحال كيساوي في واحد، ركز معايا هنا، في واحد شحال كتساوي؟ كتساوي واحد على 6 فقط، غادي تعوض، الله يرضى عليك، فقط غتعوض مضروبة. اشنا هي ان هنا؟ ان ناقص واحد هي، اشنا هو الاساس؟ الاساس هو واحد على جوج، ها هو كتساوي واحد على 6، درت لكم ضروب الى ان، زائد واحد على جوج في ان ناقص واحد على جوج. هنا غير نشرط، غير نشرط هاد واحد على جوج مع ان ومع ناقص واحد، غتعطيني واحد على جوج ان، واحد على 6 ناقص واحد على جوج، غتحسبوها لي اخواني ياك، حسبوها، غتعطينا ناقص 3 على 6. لحظة، هنا غادي نضربو في 3، ناقص 3 دونك ناقص 2 على 6، يعني ناقص 1 على 3. إلا ما خفت نغلط، 1 على 6 ناقص 1 على 2، في 3 في 3 ناقص 3 زائد 1 غتعطيني ناقص 2 على 6 اللي هي ناقص 1 على 3. هي يعني، يعني انت اللي غتحسب، الله يرضي عليك، هو العددين، هاد العددين 1 على 6 مع 1 على 2، وكتخلي العملية هكا، كتخلي العملية هكا. إذا بهاد الطريقة باش كنديرو الحد العام، صيغة الحد العام، هاد في واحد راه غير تزاد هنا. إلا كنتي ديجا حسبتيها راه كتجي مباشرة، كتحط في واحد كتساوي 1 على 6، إيغ كتساوي 1 على 2، وكتنشر هادي، وكتبسط العددين 1 على 6 مع ناقص 1 على 2، طبي في كالكولاتريس غتعطيك الريزولتا وحطها هنا. نكملو، بغيتي تحد ليها المقام وحد المقام، بغيتي تحد المقام ديال هادي وحد المقام ديال هادي، خليه هكاك نيت، واحد على جوج غدير دو بوغ توتي ان ابارتيان ان ايتوال، بوغ توتي ان ابارتيان في ان ايتيغال ان سيغ دو موان ان سيغ تخوا، حين على جوج هي ناقص واحد على ثلاثة. دابا السؤال الأهم اللي كيكون صعيب، أما هذا راه غير قاعدة وكتعوض الحد الأول وكتعوض الأساس وكتنشر وكتبسط. اللي صعيب هو يو ان اون فونكسيون دو ان، ماشي بديك الصعوبة، غير الكلام كيصعبوا الأمور وصافي. دابا يو ان اون فونكسيون دو ان، يو ان بدلالة ان، هنا راه نسيت ومين. كيفاش غادي نديرو يو ان اون فونكسيون دو ان؟ ركز معايا مزيان، قلنا فين اتيكال، ماشي هذا، لا لا، اللي فيه فين مع يو ان، فين اتيكال شحال؟ هي هذيك فوالا، واحد على يو ان ناقص خمسة، واحد على يو ان ناقص خمسة. كيفاش غادي نقلب على يو ان بدلالتين؟ خطوات بسيطة، تبع معايا وركز مزيان. بداية غادي ندير قاعدة جدا الوسطين يساوي جدا الطرفين، يعني هذا
غادي نحولوه لهنا بالضرب. جدال الوسطين يساوي جدال الطرفين، يعني ا كتساوي بي على سي، هذاك يعني ا في سي كتساوي بي. دونك غتعطيني فان عامل يو ان ناقص خمسة كتساوي واحد، تكافي سير. غادي ننشر دابا المرحلة الثانية فيها النشر، ناقص خمسة فين كتساوي واحد، ثم اللي فيها فين كتمشي للجهة الأخرى، اللي فيها يوان كتجي لهاد الجهة. هادي فيها يوان غنخليها، ثم هادي كنحولها، فيها ناقص غتولي زائد خمسة فين، تكافي ماذا؟ أن يوان كتساوي دابا غادي نقسم على الضرب هنا، غادي نقسم على هذا، واحد زائد خمسة فين على فين. المرحلة الأولى كنكتبو يوان بدلالة فين. المرحلة الثانية اش غندير؟ غادي نعوض فين، عندك تمشي تعوض فين بهذا، راه غترجع للأصل ديالها. لا لا، غتعوض فين بهذا التعبير الجديد، التعبير الجديد ها هو اللي حصلنا عليه. شنو غتعطيني؟ تكافي أن يوان كتساوي، شوف، واحد زائد خمسة فين على فين. اشنا هي فين؟ هي ان على جوج ناقص واحد على ثلاثة، مقسوم على فين اللي هي ان على جوج ناقص واحد على ثلاثة. عرفتي تبسطها؟ بسطها. ما عرفتيش تبسطها، على ربي خليها غير هكاك. يعني تجي تعوض فين، تاخد داك التعبير تحطو بلاصة فين، الله يجعل شي بركة. غير هنا فين ما تنساش راه كنديرها بين قوسين، خصوصا الا عندي الضرب خمسة فين مثلا ولا ثلاثة فين. صافي، ما عرفتيش تنشرها وتبسطها، خليها عطيها بالتقار. دونك بهاد الطريقة باش كنبينو يوان اون فونكسيون دو ان. نمشيو دابا نشوفو كيفاش كنحسبو المجموع بدلالتين، كيفاش كنحسبو المجموع بدلالتين، يعني شنو هي القاعدة ديال المجموع. القاعدة ديال المجموع كيستيون قلنا دو تخوا اكسبريمون اس ان اون فونكسيون دو ان، اكتب او لنكتب عفوا لنكتب اس ان بدلالة ان حدود متتابعة لمتتالية حسابية. اس ان كتساوي الا كانت كتساوي في بي زائد في بي بلس 1 زائد حتى نوصلو لفين، هذا كيساوي حسب القاعدة، في بي زائد في ان عامل ان ناقص بي زائد واحد لكل مقسوم على جوج. نشرحو هاد القاعدة. كتاخد الحد الاول اللي عندك هنا زائد الحد الاخير اللي عندك، كتجمعهم الاول مع الاخير، كتجمعهم كتضربهم في عدد الحدود لو نومبر ديال لي تيرم اللي عندنا. منين كنجيب هاد لو نومبر ديال لي تيرم باش كنعرفوه؟ كنعرفوه بلانديس اللي كاين في اخر حد، اخر تيرم لانديس اللي كاين هنا ناقص اللي كاين هنا، وكنزيدو ليهم واحد. مثلا كانت هنا 18 وهنا جوج، غتولي عدد الحدود هو 18 ناقص جوج زائد واحد اللي هو 18 ناقص جوج زائد واحد 17. نجيو التمرين ديالنا دابا. شنو عندنا؟ اس ان كتساوي في 1 زائد في 2 زائد فان حتى لفان، المجموع ديالهم حتى لفان شحال كيساوي؟ نطبقو تطبيق مباشر. الاول اشنو هو؟ هو في 1، الاخير هو فان، عامل عدد الحدود هو الانديس اللي عندي هنا ان ناقص اول انديس اللي هو واحد زائد واحد. هاد زائد واحد راه ديال القاعدة، ديما كنزيدو ليهم واحد، مقسوم على جوج كتساوي، ومنين غنجيبو في واحد راه حسبناها قبيلات، هي واحد على ستة. أما فين حتى هي حددناها قبيلات، اللي هي واحد، ها هي باقي لها، اللي هي إن على جوج
ناقص واحد على ثلاثة. هما هذا كيفاش كنحسبوه؟ هذا بسيط عادي، كتحاول تبسط العددين، واحد ناقص واحد زائد واحد راه مشات، كتبقى لي هادي. هنا راه عندي اختزال، ناقص واحد زائد واحد، وكتخلي ديك جوج اللي تحت. كنحاول نبسطو دابا غير هاد الشيء اللي فوق، واحد على ستة ناقص واحد على ثلاثة، واحد على ستة ناقص واحد على ثلاثة غتعطينا ناقص، ياك واحد على ستة دونك غتعطيني هنا ناقص جوج على ستة، ناقص جوج على ستة زايد واحد، دونك ناقص واحد على ستة، دونك غتعطيني إن على جوج ناقص واحد على ستة مضروبة في إن مقسوم على جوج. خليتها هكا راه مزيان، وحطي المقام راه مزيان. المهم القاعدة، كتحط القاعدة ديالك، كتعوض في واحد ولا في صفر ولا في جوج على حسب التمرين اللي عندك بالقيمة اللي كاينة، ثم كتعوض فين بالتعبير اللي حصلتي عليه، ثم كتحسب هذا العدد هذا وكتقسم تصافي. الله يجعل البركة. وإلا قال لك حسب لي واحد الحد مثلا، حسب لي واحد المجموع، غير نتوما كتصعبوا هاد لي سويت هادو، هما اللي تلامد هما اللي كيركزوا عليهم في الوطني، كيضربوا ديك ثلاثة النقاط بعدا، ثم كيقلب باش يكمل ديك ثلاثة النقاط، واحد خمسة النقاط أخرى ولا ثمانية ولا تسعود، حيت هاد ثلاثة النقاط ما تضيعهمش نهار الوطني، وحتى في الفروض ما تضيعهمش. الله يرضي عليكم، هاد النقاط ديال لي سويت ما تضيعهمش. دابا طلب مني نحسب واحد لا صوم مثلا، جا قال لي كالكولي وحسب مثلا لا صوم من في واحد زائد في جوج حتى في ثلاثين، كيفاش غادي نحسبو؟ ما قالش لي في ان فونكسيون دو، لا ما قالش لي هادشي. الا قالوا لي هو وريتكم الطريقه، دابا قال لي نحسب ديريكت، اش غندير؟ اس كتساوي في واحد زائد في ثلاثين عامل هذا ناقص هذا، لانديس ناقص لانديس، 30 ناقص واحد اللي لتحت ناقص اللي لتحت زائد واحد مقسوم على جوج. منين غنجيب في واحد؟ منين غنجيب في واحد؟ عندي. ومنين غنجيب في 30؟ ما عنديش. قلنا في واحد كتساوي واحد على ستة، اي في 30 شحال تساوي؟ خص تكون ذكي وتعرف بلي ان اي تام راه ولات عندك دابا القاعده، ان مقسوم على جوج ناقص واحد على جوج. بينتي ديك في ان بدلاله ان، عرفتي ديك في ان بدلاله ان؟ كنحسبو بها لي تيرم، كنحسبو بها لي تيرم ياك، اي تيرم بغينا كنحسبو ديك العلاقه اللي لقينا حنا، اللي بينا حنا، وكنحسبو بها لا صوم، كنحسبو بها يو ان اون فونكسيون دو ان، يو ان بدلاله ان. دونك في 30 شحال غتعطيني؟ غنضرب في ان 30، ان كتساوي 30 غنجي لهنا، هي 30 على جوج ناقص واحد على جوج، 15 ناقص واحد على جوج، حسبها، جوج في 15 30 ناقص واحد 29 على 2، 29 على 2، نجيو لهنا، دونك، إذا، إيس شحال كتساوي؟ دابا غادي نعوضو في واحد بالقيمة ديالها، اللي هي واحد على ستة، زائد في 30 اللي هي 29 على جوج، مضروبة 30 ناقص واحد زائد واحد، يعني مضروبة في 30. مقسومة على جوج ونحسبو، طابي في كالكولاتر ستعطيك الريزولتا فينال، غتعطينا هنا. المهم غادي نحل المقام بثلاثة، فيها شوية الحساب. المهم اون جينيرال غتعطيني واحد على ستة زايد 29 على جوج، 30 على جوج هي 15. سينو طابي في كالكولاتر دير تساوي وكتب النتيجة، النتيجة النهائية. دونك هادشي اللي عندنا في لاسويت اغيتميتيك، خصك تعرف كيفاش تبين متتالية بلي متتالية حسابية، كيفاش تكتب فين بدلالة ان، يعني دير تطبيق مباشر ديال صيغة الحد العام لو تيرم جينيرال، ثم كيفاش تخرج يو ان اون فونكسيون دو ان، يعني ديك يو ان تخرجها من فين، وكيفاش تحسب لا صوم. في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى غادي نخدموا هذا الشيء هذا في متتالية هندسية، ثم في الفيديوهات المقبلة غادي نحاول ندير تمرين شامل في كل سويت، تمرين شامل في لاسويت اغيتميتيك، وتمرين شامل غادي يكون في لاسويت جيومتريك. وفي النهاية إن شاء الله تعالى غادي نكملو السلسلة ديال المتتاليات بداكشي اللي كاين عند صحاب الباك، يعني كيفاش كتحسب نهايات متتالية انطلاقا من هاد التمارين البسيطة، وكيفاش كتحسب نهايات متتالية مرتبطة بدالة. إلى لقاء آخر، تهلاو ليا في فيروسكم، شكرا لكم.